رجعنا لكم مشاهدينا، وأكيد حابين نرحب بضيفنا اليوم وموضوع حوار حلقتنا عن البيوت الكويتية القديمة. معنا الدكتور علي النجادة، جدا سعيدين بوجودك معنا. والله أنا سعيد أيضا بوجودكم، وأشكركم وأشكر قناة تلفزيون الكويت على هذه الاستضافة، وأعتقد أنها راح تكون إضافة لمشاهدينا في شهر رمضان المبارك، شوية كذي على قولتهم إضاءة على التراث الكويتي. ما عندنا شك خاصة بوجودك دكتور علي حبيت. والمواضيع الشيقة اللي راح نتطرق لها إن شاء الله، مو بس في هالحلقة، كذلك في حلقات إن شاء الله قادمة. دكتور، احنا اليوم موضوع حلقتنا يتكلم عن البناء قديما ومواد البناء، ممكن الحين طبعا مع التطور اختلف الموضوع تماما، صحيح. إلا أنه يظل في ناس تستهويها الديزاينات القديمة، نعم. البيوت القديمة، حتى لو بنى بيت حديث تلاقي لازم يختار له مثلا كورنر يذكره في الماضي. فكلمنا عن بناء البيوت القديمة، شلون كانت وشنو اللي تطور فيها وشنو اللي تغير؟ طبعا بالنسبة حق البيوت الكويتية القديمة كان بناءها من الطين، وكانت لها ثلاث طرق لبناء، اللي هي الحوائط، يا أما يسمونها ساف. ساف اللي هو عبارة عن يمدون ذراع من الطين دار مدار، خلنا نقول الغرفة أو اللي هو البيت، وينطرونه ينشف يوم يومين، ينشف يحطون فوق ذراع ثاني ذراع ثالث رابع إلى أن يرفعون اللي هو الطوفة. هذا أحد الأساليب اللي كانت تستخدم في بنائها. وطبعا الطين هني يخلطونه مع اللي هو التبن أو مع بعض اللي هي الأعشاب الصحراوية، على اساس انه بالمفهوم اللي الحديث يسمونه المش، بحيث انها تكون متشابكه وتقلل من تشرخ اللي هو الطين. في هناك اسلوب ثاني، هذا شويه يكون اغلى في البناء، يسوون اللي هو اللبن. اللبن اللي هو عباره عن الطابوق الطيني اللي يسوونه في قوالب، بعدين يحطونه بالشمس الى ان ينشف ويستخدمونه للبناء. طبعا اللي الله منعم عليه وعنده فلوس عاده يستخدم اللي هو صخر البحر، ففي مناطق يقصون منها صخر البحر، في ناس مختصين يطلعون معاهم الهيابة يكسرون اللي هو صخر البحر أو اللي هي بعض الصخور اللي نشوفها مثلا عندنا هني، في سواء كانت على البحر على السيف أو في الدوحة أو في مناطق أخرى، وينقلونها يا أما في بوم خاص يسمونه تشالة ينقل لهم الصخر، أو إذا كانت مناطق قريبة ينقلونها على ظهور عزكم الله والمشاهدين الحمير، وهذه يستخدمونها في البناء، فيرصون الصخر ويحشون اللي هو الفراغات اللي بينه بالطين. بالشكل هذا الحائط يكون متين، لكن مشكلة اللي هو الطين مع المطر تمام يبتدي شوي شوي يتواكل، ويمكن هذا بين في سنة الهدامة لما نزلت كمية كبيرة من الأمطار كثير من البيوت تهدمت. فتلاحظين مثلا البيوت الطينية القديمة الطوفة فيها تقريبا بين 60 سنتي أو من 50 إلى 70 سنتي، ومن تحت الطوفة تشوفينها كأنها وارمة. ليش؟ لأن إذا طق المطر الماي على قولتهم بالسكة يمشي فيسحب معاه الطين، فش يسوون؟ يأخذون الطين ويردون يمسحونه مرة ثانية وثالثة ورابعة. من الأشياء اللي تميز البيوت الكويتية القديمة الحوش العربي، نعم. يمكن هبة قبل شوية كانت تتكلم على الحوش العربي ويا حالات الحوش العربي، طبعا خاصة لما تكون الغرف اللي عندنا كلها دار مدار، اللي هو الحوش طبعا تحت أعتقد يسمونها دار، نعم. اللي فوق في الطابق طبعا أول كله دور واحد، نعم. ما في دورين، صحيح. بعضهم يعني أعتقد كان في بناية أو بنايتين في الكويت كانوا دورين، زين، أما البقية كلهم على دور واحد. فوق يسمونها غرفة، وما بين الغرفة وما بين الدار فيهم بعد مكان يسمونه الكنجية. الكنجية هذه عادة تكون المكان البارد أيام الصيف ودافي أيام الشتاء، وعادة يستأثر فيها رب البيت على قولتهم عقب ما يتغدى ويريح شوية من شغلة اللي هو النهار، يدش الكنجية يحط راسه وينام. هذه الغرفة لأنها مو على السطح فمحمية من الحرارة ولا هي تحت، فتصير الغرفة هذه أو الكنجية تصير باردة. نعم. بالنسبة حق طبعا بناء البيت الكويتي القديم دائما اللي هو الحوش اللي الله منعم عليه، تلقين البيوت خاصة البيوت الحمولة تلقين فيها مثلا 5 حواش. في عندك حوش الحريم أو الحرم، في عندك حوش الدوانية، في عندك حوش المطبخ، في عندك أعزكم الله اللي هو يسمونه بعد أيضا اللي هو حوش الغنم، تمام، وبعضهم يصير عندهم حوش حق الخدم البيوت الكبيرة، زين، وهذه عادة تصير بيت حمولة.
كل عائلة مثلا الجد والأبو والعيال والأحفاد كل أسرة يكون لها مكان. نعم. فتصير خاصة في حوش الحرم يصير عندهم مثلا سدرة وعندهم جليب أو عندهم برشة. عادة الجليب يصير في حوش المطبخ، البرشة تصير في حوش الحرم، وممكن تصير أيضا في الدوانية. نعم. هذه تصير قعدتهم تحتها. فشوفي على قولتهم المسيان اللي هو العصر قبل المغيب، تمام، حطوا مثلا دوة الشاي، حطوا البخصم، زين، وقعدوا على قولتهم يقزقزون ويتسلون. الضحاوي الحريم يزاورون، فتصير أيضا قعدتهم يا أما تحت السدرة أو في الليوان. نعم. الليوان هو عبارة عن امتداد لسقف الغرفة ومكان مظلل. ميزة اللي هو البيت العربي عن اللي هو الفيلا، طبعا الحين احنا انتقلنا إلى الفلل، البيت العربي مفتوح، فتحسين بأن الهواء فريش مثل ما يقولون، الهواء تستنشقه ويداور. وبعدين شوفي من ميزة البيت العربي حتى قضية الغبار ما تنزل فيه كمية كبيرة. ليش؟ لأن الهواء تمام يعدي من فوق السطح. نعم. فكمية الغبار تتساقط، يظل في عندك هواء يداور في البيت أقل، لكن تحسين النفس من فتحة لأن في عندك فضاء واسع. نعم. فالبيت العربي شيء ثاني. أي والله. نعم. ودكتور يعني في نقطة جدا مهمة ذكرتها، أن القعدة وتصميم البيت العربي كحوش وأن الكل يطل على هذا الحوش كان له طابع خاص فيه. لكن ساعات نسمع يعني نقول يداتنا لما يبون طاري البيت يقولون دائما أن يعني أيام ما كنا ساكنين بالبيت العربي بس كان الجو أبرد، الحين إحنا قاعدين بالبيت هنا بس نحس أنه حر، نحس أنه لازم مكيفات. هل المواد المستخدمة في البناء فعلا ممكن تأثر في هذا الجانب؟ هل البيوت اللي مصنوعة من الطين تعطي نقدر نقول براد نوعا ما بسبب هي مو تعطي، هي مو تعطي براد، هي اللي يصير شنو انها تعتبر مادة عازلة للحرارة. زين. فالطين مع صخر البحر، وصخر البحر عادة تكون في فراغات مسام، هذه الفراغات تحجز فيها الهواء، والهواء على قولتهم موصل رديء للحرارة. نعم. فصار عندي طبقة الطين موصل رديء للحرارة، الصخر عازل موصل رديء للحرارة. نعم. من داخل الغرفة يمسحونها باليص الجبس، والجبس يسوي يمتص اللي هي الرطوبة، فإذا كان في رطوبة في الجو يمتصها. أيضا اليص أو مرات يمسحونها بالنورة، هذه مادة بيضة، فإذا صار عندك سراي تحسين أنه في سفر. زين. السقف خشب اللي هو الشندل والباستيل، زين، وأيضا في فوق عندك طبقة من اللي هو الطين، وفي عندك أيضا يحطون اللي هو يخلطون رماد مع الطين على أساس إذا صار في شرخ ونزل المطر الرماد يمتص اللي هو الرطوبة بحيث أنه ينزل أقل. فهذه كلها مواد عازلة. أما لما نحن حق مبانينا الحديثة، زين، وخاصة هناك التهوية طبيعية، طبعا في نسينا شغله اللي هي يسمونها الباقدير. الباقدير او ملاقف الهواء، هذه على قولتهم تلقينا فوق السطح، وعاده تكون لها فتحه يدش فيها الهواء ويمر على الحائط اللي هو الطيني ويطلع عندك بفتحات. شوفي ذكاء المعماري الكويتي القديم. نعم. الهواء اللي من اللي هو الملقف الهواء او الباقدير ينزل تحت، ومسوين فوق في السقف فتحات صغيرة، الهواء الحار اللي داخل الغرفة معروف أن الهواء إذا سخن يتمدد. نعم. وإذا مدد يخف وزنه، وإذا خف وزنه ارتفع، فالهواء البارد ينزل ثقيل فيحل مكان الهواء الحار ويطرد الهواء الحار برا، فتحسين أن في عندك تيار. اليوم عندنا بيوتنا نستخدم اللي هي الصياخ الحديد، نستخدم اللي هو الصلبوخ والخرسانة، المواد العازلة الآن طبعا قاموا يستخدمون الطابوق اللي هو العازل للحرارة. فأيضا بيوتنا صارت مغموتة، انتقلنا من الحوش إلى الفيلا مسكرة. هذه الفيلا محتاجة إلى تهوية دائمة، يا إما وحدات تكييف يا إما اللي هو السنترال. وفي شغلة ثانية فقدناها، البيت الكويتي القديم كان بيت اجتماعي. نعم. يعني تحسين مثل ما ذكرتوا الحوش الدور كلها مفتوحة على الحوش، فواحد يشوف الثاني. اليوم احنا عندنا سرداب دور أرضي، دور أول، دور ثاني، بنفس البيت. بنفس البيت، لا، وأكثر من هذا وذاك.
كل غرفة فيها تلفزيون. نعم. فكل واحد في غرفته وقاعد. لا وحتى إذا تجمعوا زين تشوفين كل واحد ماسك تليفونه ولاهي فيه. تغيرت حياتنا. نعم تغيرت المفاهيم، لكن ما زال هذا الشعور، يعني الناس تحاول انها ترد تسترجع هذا الشعور من خلال الاماكن الشعبيه اللي عندنا بالكويت. نعم. يعني اليمعه هذه البسيطه، البساطه دائما. نعم. ما تحسسك وتسترجع فيك شعور الاولين. صحيح. وحياتنا سابقا. اليوم اذا بتكلم عن الحياه في المنزل الكويتي. نعم. نفس ما احنا قاعد نتكلم عن البناء اليوم، وحضرتك ذكرت أن المجتمع أصبح مختلف نوعا ما بسبب المعمار، هل فعلا البنيان والمعمار له تأثير على الأسرة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام؟ وينستون تشرشل. نعم. قال جملة وهذه الجملة صحيحة 100%. ايش قال؟ قال نحن نشكل مساكننا، يعني احنا وقت التصميم على الورق احنا اللي نشكلها ثم هي تشكلنا. نعم. متى تشكلنا؟ لما نبتدي نعيش فيها هي تبتدي تشكلنا وتفرض علينا نوع من اللي هي نمط. الحياة نمط من الحياة، وهذا الكلام صحيح. بالأول كانت بيوتنا لأنها مفتوحة معتادين على المشاركة. اليوم لما صارت شوية بيوتنا فيها انغلاق وصار عندنا خاصة الآن أكثرهم يميلون للغرف اللي هي الماستر بدروم، يعني غرفة منزع حمام. فإذا كل واحد غرفته عنده، ثيابه عنده، حمامه عنده، تلفزيونه عنده، ايش حق يطلع برا؟ زين. فصارت هذه أثرت على العلاقات الاجتماعية. بس في شغلة وهي عودة إلى ما يسمى عودة إلى الجذور، باك تو ذا روتس. هذه الآن في ناس كثار قاعدين يحاولون يرجعون من خلال تصميم البيت، يعطونا لمسة كويتية. جميل. من الخارج، البعض يعطي لمسة من الداخل. عناصر التأثيث داخل البيت أيضا قاعدين يحاولون من خلال مثلا الديوانيات اللي يسوونها. نعم. من خلال غرفة المعيشة، البعض للحين يميل ويحب اللي هو القعدة الأرضية. نعم. فتشوفين عندهم غرفة المعيشة مسوي لها مطارح وحاطين لها مساند ويسوون لهم اللي هي دوة على قولتهم الفحم. بس طبعا نغتنم الفرصة ونقول يا جماعة دوة الفحم لا تدخلون هالبيت إلا لما تخلص تشتعل ويصير يمر، أما مدام فيها لا تدخلونها. نعم. البعض أيضا قام يرجع إلى الأواني القديمة. نعم. يعني صينية على قولتهم أو طاسة الرهش. أي. والحلوة. أي. يرجع حق البخصم، الدوة والشاي الحليب، فيرجع يحاول من خلال القوري. لا تنسى القوري دكتور، القوري الملبس وأهم شيء. أقول وبيالة الشاي بنقطة. نعم. تمام. نعم. فهذه عودة يعكس. مرة ثانية. نعم. نعم. بس هذه تأثير اللي هو الحنين إلى الماضي، والحنين الماضي قاعد يطلع لنا بأشكال كثيرة. طبعا في شغلة ثانية أيضا وهو حتى صبغ البيت. طبعا الآن قاعد تطلع عندنا تصاميم حديثة، بعضهم يسميها اللي هو البوكس ديزاين أو الصندوق. تمام. بعضهم يعني لها مدارس كثيرة. بس بعض اللي هو قاعد يستخدم الألوان الطينية اللي هو اللون الطين الخفيف. نعم. هذا ليش؟ لأنه ما قدر يسوي بيته من الطين فيعطيه لون الطين وتربطه بالماضي. نعم. جميل. دكتور نقطة جدا يعني على قولتهم اللي مهمة. نعم. حابين أكيد نوضحها للمشاهدين. نعم. اليوم دائما لما نتجه إلى بناء البيوت في عندنا أكيد مصممين خاصين في هذا المجال. صحيح. فدائما نلاحظ أن طابعهم، يعني دائما نروح نعطيهم كفكرة أن احنا حابين نصمم البيت بهذا المنظور، ومثل ما تفضلت أنه نميل إلى التصاميم القديمة، لكن يصير في مثل لا اختاروا شيء هذا إبداء آراء، ويبتدي أنه يمحورون الموضوع من شيء أنت ودك إياه إلى شيء هم مثلا يقومون فيه بشكل أساسي وكبير. مدى تأثير هذا الجانب في هذا الفكر؟ هل اليوم إحنا وصلنا من البيت الكويتي القديم إلى البيوت الحالية بسبب تأثرنا بهالمعماريين اللي نوعا ما قاعدين يدورون التصاميم لاتجاههم الخاص؟ شوفي جزء كبير خاصة في بداية اللي هو الحركة المعمارية في الكويت تأثرت بما يدور حولها في العالم. يعني عندي أنا طبعا البيت أثنين يأثرون فيه. نعم. بدرجة كبيرة، المعماري ومصمم الداخلي. المعماري له الشكل والبناء، المصمم الداخلي عملية التأثيث. كثير من اللي هي البيوت اللي لو انتقلنا من حقبة اللي هي الخمسينات وما دون الخمسينات
زين هذه البيوت كانت اللي هي الطين، ثم جينا فترة الستين والسبعين بدأت تطلع عندنا ما يسمى، أو حتى من الخمسينات بدأت تطلع عندنا البيوت السود اللي هي كانوا يسوونها من الطابوق الأسمنتي بدون حتى مساح، بس كانت بيوت رائعة وأنا سكنت في واحد من هالبيوت. لكن الآن بدأت تطلع عندنا اللي هي البيوت اللي هي الحديثة، وهذه تتبع مدارس، في كثير من المدارس أوروبية غربية فيبون ينقلونها، فصار في صراع ما بين الماضي والحاضر، صراع ما بين التراث وما بين التجديد، ما بين الأصالة والمعاصرة، وهذا أعتقد أنه في كل جيل راح يكون هذا الصراع موجود، وهذا ما احنا ما نرد نعيد ونزيد عليه. الموروث الشعبي هو إبداع مستمر متجدد، نحافظ على أفكار الأولين وطبعا تاريخنا الجميل اللي بنوه أبائنا وأجدادنا، ونضيف عليه إبداعاتنا من جيلنا الحالي، ونفتخر في الأولي والتالي. الصخور اللي نشوفها مثلا عندنا هني في سواء كانت على البحر على السيف أو في الدوحة أو في مناطق أخرى، وينقلونها يا أما في بوم خاص يسمونه تشالة ينقل لهم الصخر، أو إذا كانت مناطق قريبة ينقلونها على ظهور عزكم الله والمشاهدين الحمير، وهذه يستخدمونها في البناء، فيرصون الصخر ويحشون اللي هو الفراغات اللي بينه بالطين، بالشكل هذا الحائط يكون متين. لكن مشكلة اللي هو الطين مع المطر تمام يبتدي شوي شوي يتواكل، ويمكن هذا بين في سنة الهدامة لما نزلت كمية كبيرة من الأمطار كثير من البيوت تهدمت. فتلاحظين مثلا البيوت الطينية القديمة الطوفة فيها تقريبا بين 60 سنتي أو من 50 إلى 70 سنتي، ومن تحت الطوفة تشوفينها كأنها وارمة. ليش؟ لأن إذا طق المطر الماي على قولتهم بالسكة يمشي فيسحب معاه الطين، فش يسوون؟ يأخذون الطين ويردون يمسحونه مرة ثانية وثالثة ورابعة. من الأشياء اللي تميز البيوت الكويتية القديمة الحوش العربي. يمكن هبة قبل شوية كانت تتكلم على الحوش العربي ويا حالات الحوش العربي، طبعا خاصة لما تكون الغرف اللي عندنا كلها دار مدار، اللي هو الحوش طبعا تحت أعتقد يسمونها دار، اللي فوق في الطابق طبعا أول كله دور واحد ما في دورين. صحيح. بعضهم يعني أعتقد كان في بناية أو بنايتين في الكويت كانوا دورين زين، أما البقية كلهم على دور واحد. فوق يسمونها غرفة، وما بين الغرفة وما بين الدار فيهم بعد مكان يسمونه الكنجية. الكنجية هذه عادة تكون المكان البارد أيام الصيف ودافي أيام الشتاء، وعادة يستأثر فيها رب البيت على قولتهم عقب ما يتغدى ويريح شوية من شغلة اللي هو النهار، يدش الكنجية يحط رأسه وينام. هذه الغرفة لأنها مو على السطح فمحمية من الحرارة ولا هي تحت، فتصير الغرفة هذه أو الكنجية تصير باردة. بالنسبة حق طبعا بناء البيت الكويتي القديم دائما اللي هو الحوش اللي الله منعم عليه، تلقين البيوت خاصة البيوت الحمولة تلقين فيها مثلا 5 حواش. في عندك حوش الحريم أو الحرم، في عندك حوش الديوانية، في عندك حوش المطبخ، في عندك أعزكم الله اللي هو يسمونه بعد أيضا اللي هو حوش الغنم تمام، وبعضهم يصير عندهم حوش حق الخدم البيوت الكبيرة زين، وهذه عادة تصير بيت حمولة. كل عائلة مثلا الجد والأبو والعيال والأحفاد كل أسرة يكون لها مكان. فتصير خاصة في حوش الحرم يصير عندهم مثلا سدرة وعندهم جليب أو عندهم برشة، عادة الجليب يصير في حوش المطبخ، البرشة تصير في حوش الحرم، وممكن تصير أيضا في الديوانية. هذه تصير قعدتهم تحتها. فشوفي على قولتهم المسيان اللي هو العصر قبل المغيب تمام، حطوا مثلا دوة الشاي، حطوا البخصم زين، وقعدوا على قولتهم يقزقزون ويتسلون. طبعا كل الشكر لك دكتور علي النجادة على تواجدك معنا، وهذا الموضوع الشيق اللي أسعدنا وإن شاء الله فاد السادة المشاهدين إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك. إذن مشاهدينا الأعزاء نطلع هذا الفاصل ولنعود وياكم.